السلام عليكم everybody. اليوم اللي جيت لكم فيديو جديدة على قناة ريم تشانل. راح تشوفوا اليوم كيفاش راح نكمل نصبغ شامبرتي. كان لكولير تاع شامبرتي موف. انا من اللي فاتت كيوت من الجامعة صبغت زوج حيوط اللي راني نوريكم فيهم دوكا، كملتهم بصح قعدت لي هذه الجهة مازال ما كملتهاش. الحيط هذا والحيط اللي قدام وراهم واحد بلون واحد موف. مالا حبيت اني نصور الفيديو ونوريكم كيفاش كملت صبغتهم باللون الرمادي. قبل ما نكمل الفيديو سيلتوبلي ما تنسوش تديروا لايك واشتراك وكومنتير في القناة تاعي باش تدعموني وتقولوا لي واش راح ندير في المرة الجاية ان شاء الله، واش حابين تشوفوا. انا راني هنايا عندي لكم فيديوهات تخص الحياه اليوميه الجامعه وايفريثينغ. هنا اخويا شرى لي الصبيغه وريت لكم كيفاش نخلط اللون الرمادي. ديروا الصبيغه البيضاء واللون الاسود. هنا حبيت نوريكم برك ما قدرتش نفرغ اللون بيد وحده. هاني هنا خلطت اللون الاسود مع الابيض، درت شويه برك نقطات من الاسود وخلطتهم مليح. ها هو اللون الرمادي كيفاش جاني. جاني نفس اللون اللي صبغت به زوج حيوط اللي فاتوا. وهنا وريت لكم بعد ما كملت حيط واحد هذاك اللي فيه التاقه، اما هذيك الجهه تعبتني بزاف بالذرع باش قدرت اني نصبغها. هذا الحيط تاعي القديم كي كنت نحي في الملصقات. كانت صبيغه طير، كل ما ندير سكوتش طير لي. ملاحظه راني نصبغ في شامبرتي يعني بطريقه عشوائيه، مانيش نصبغ فيها بطريقه احترافيه. انا مانيش صباغه ما نعرفش نصبغ، حبيت برك نبارطاجي معكم وريكم كيفاش صبغتها بطريقه كما قلت عشوائيه. معناها سيلتو بلي ما ديروش كومونتيرات بلي انا واش نصبغ ولا خليت هكا فايز باينين ولا كش ما حاجه هكا، باسكو انا والله غير كنت تعبانه بزاف ومريضه هذاك النهار. هنا كنت بزاف تعبانه باسكو كنت ديجا صبغت زوج حيوط. كي لحقت الحيط هذا سي بون درتو بصح غامق على الحيوط اللي كانوا كامل، درت واحد برك غامق. هنا حبيت نوريكم درت شويه برك عفايس، حسيت انهم يجو كيوت. هنا درت نقطة للابريز باسكو قلقني، نكره اني نشوف لابريز في الحيط. درت فيه كيما هكا، ما عجبتنيش بزاف كيفاش خرجت بصح برك حاولت اني نجرب. وهذه درت قلوبه في الحيط ودوك نوريكم كيفاش الطريقه اللي درتها. رسمت قلب في ورقه وطبعت على الحيط. اما هنا كانت بزاف خارجه الصبيغه وجربت هذه الطريقه تاع السكوتش وما نجحتليش بزاف، جات شويه معوجه بصح نورمال كيما قلت لكم. ماني برك حبيت اني ندير لون شامبرتي رمادي ويروح اللون الفيولي اللي كان فيها. هذا ما كان ماشي بطريقه يعني احترافيه باسكو واحد ما راح يشوفها. هنا غدوه من ذاك جيت باش نحي البقايا تاع الصبيغه من الكارلاج. انا ما اصبح ربي جيت نكرط في الكارلاج بصح كنت ما الحمد لله ما طاحليش بزاف في الكارلاج صبيغه. طبعا كملت الميلاج تاعي سيقتها وكلش وريت لكم النهائيه. هذه هي كيفاش خرجت.